السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في سيشن جديد من الكورس بتاعنا الخاص بالداتابيز ديزاين. اتكلمنا في السيشنز اللي فاتت عن البرامير كي والفورين كي، وعرفنا الفرق بين البرامير كي والفورين كي، وعرفنا إن الفورين كي ده يعتبر ريفرنس للبرامير كي. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن كاتيجوري جديدة خاصة بالبرامير كي والفورين كي، السيمبل كي والكومبوزيت كي والكومباوند كي. نعرف الفرق بينهم ونعرف الكونسبت بتاع كل واحد فيهم. هنبدأ دلوقتي بالسيمبل كي. يعني ايه سيمبل كي؟ باختصار شديد خالص ان السيمبل كي ده يعتبر فيلد واحد جوه التيبل بيعبر عن البرايمري كي بتاعي، وفي الحالة دي بسميه سيمبل برايمري كي. ولو خدنا مثال، مثلا لو جينا على المثال الخاص مثلا بتيبل التيتشرز، تيبل التيتشرز انا بختار مثلا اي دي يعبر عن جوه الايه تفاصيل التيبل، تمام، وعشان اخليه برايمري كي بتاعي. فانا بقول مثلا انا عندي تيتشر ايه، تيتشر اي دي، بعد كده باقي تفاصيل التيبل اللي هي ايه، تيتشر نيم مثلا، تيتشر ادرس، وباقي ايه بقى تفاصيل ايه تيتشر دي، تمام. وبختار في الحالة دي ان الايه تيتشر اي دي ده يعبر لي عن ان هو يكون ايه، يكون برايمري كي بتاعي، ماشي. فلو خدنا بالنا كده يعتبر ايه فيلد واحد هو اللي بيعبر عن البرايمري كي. في الحالة دي بقول عليه ايه سيمبل برايمري كي. لو خدنا بالنا كده ان انا ايه ده يعتبر الفيلد اللي هو ايه اللي اتكلمنا عليه، او النوع الكاتيجوري اللي اتكلمنا عليه اللي هو ايه سيرجت برايمري كي، لان هو ايه فيلد مالوش معنى، تمام، بيضاف بس عشان ايه يعرف باقي ايه باقي مكونات التيبل، تمام. فده يعتبر سيرجت برايمري كي. فهنلاقي اغلب النوع اللي هو سيمبل كي هو سيرجت كي في الاساس، تمام. يبقى في الحالة ديت انا بسميه ايه، بسميه سيرجت سيمبل برايمري كي، تمام. فاختصارا هو بيسموه برايمري كي يعني، بس عشان نعرف ان ايه السيمبل كي، تمام، هو عبارة عن ايه سيرجت كي. سيرجت كي في اغلب الاحيان يعني اللي هو ايه فيلد واحد بيعبر عن البرايمري كي ايه بتاعي. ده بالنسبة للنوع الاولاني اللي هو ايه سيمبل كي. طيب النوع التاني اللي هو الكومبوزيت كي. الكومبوزيت دي اختصارا ان انا عندي اكتر من فيلد جوه التيبل بيعبر عن الايه، بيعبر عن البرايمري كي بتاعي. مثلا مش باخد فيلد واحد يعبر عن باقي التيبل، لا باخد اتنين فيلد، باخد تلاتة فيلد عشان يعبر لي عن، يعبر لي عن البرايمري كي اللي هو يعبر عن باقي التيبل، تمام. في الحالة دي مثلا وليكن ايه هتلاقي اغلب الوقت الكومبوزيت كي في الناتشرال، ناتشرال ايه، ناتشرال كي. ناخد مثال مثلا وليكن ايه التيتشر برضو، او قلنا مثلا تيتشرز نفس الكلام على نفس التيبل مثلا، ماشي، بس ما خدناش بقى ايه، ما خدناش اي دي تيتشر اي دي، لا احنا هنختاره ايه، هنختار بالفيرست نيم مثلا واللاست نيم والايميل، ماشي، وباقي ايه باقي تفاصيل بقى. وخدنا في الحاله دي التلاتة دول على بعض كده يعتبر، قلنا دول البرايمري كي بتاعي، تمام، الخاص بالتيبل ده. في الحاله دي مدام عندي واحد اتنين تلاتة، تمام، اكتر من فيلد واحد، في الحاله دي بسميها ايه، بسميه كومبوزيت كي، ماشي. يبقى في الحاله دي بسميه ايه كومبوزيت كي. وفي الاغلب الاحوال الكومبوزيت كي بيمشي مع الناتشرال كي، تمام، بس مش كل الاوقات يعني، بس هو ايه في اغلب الاحيان بيبقى ايه ناتشرال ايه كي. يبقى الكومبوزيت كي هو عبارة عن ان انا بختار اكتر من فيلد بيعبر لي عن البرايمري كي للتيبل بتاعي، تمام. الحالة دي بسميه كومبوزيت كي. دي بالنسبة للايه، للكومبوزيت كي. طب الكومباوند كي بقى، الكومباوند كي ده احنا لو رجعنا تاني كده بينا بالزمن للريليشنز وكلامنا عن الريليشنز، هتلاقي كان في ريليشن خاصة بالايه ميني تو ميني، تمام. وقلنا في الحالة دي ان احنا بنحط تيبل في النص يعتبر ايه، يعتبر هو حلقة الربط بين الاتنين تيبل، تمام. الكومباوند كي ده هو برضو يعني شبه الكومبوزيت كي كتير جدا، بس الناس بتتلخبط بينهم. الكومباوند كي ده يعتبر هو اكتر من فيلد زي الكومبوزيت، ماشي، اكتر من فيلد، بس الفيلد دي اساسا بتكون كيز في ايه، او بتكون برايمري كي في تيبلز تانية. كمثال عشان بس الناس ما تتلخبطش، ان انا مثلا عندي هنا ايه تيبل تيتشر، وليكن مثلا تيتشر اي دي اهو،
خدت مثلا تيتشر اي دي وعملته برايمر كي ليا، وعندي تيبل تاني خاص بالكلاسز او كلاس اي دي وكلاس نيم. العلاقة هنا بين التيتشر والكلاس ان انا عندي ان التيتشر ده ممكن يدي في اكتر من كلاس، والكلاس ماشي بيدي فيه اكتر من ايه من تيتشر، تمام. ففي الحالة دي بحط ايه، بحط تيبل في النص كده بسميه وليكن ايه تيتشرز في النص. في الحالة دي باخد الايه، باخد تيتشر اي دي ده بربط بيه هنا، وباخد الكلاس اي دي التيبل تاني بربط بيه هنا، تمام. في الحالة دي عملت ايه، في الحالة دي انا عملت ايه، ربطت اهو، عملت حلقة وصل بين التيبل ده ماشي وحالة وصل بين التيبل ده، تمام. ده كده يعتبر ايه، دي علاقة طبعا ميني تو ميني. فانا بعمل ايه، حاجة بريتش كده بحيث ان انا اخلي دول دي وان تو ميني ودي ايه وان تو ميني. لو خدنا بالنا اهو يعني، فباخد الاتنين دول كده بخليهم يعتبر برايمري كي بتاعي للايه للتيبل ده. في الحالة دي الاتنين كولوم دول بنسميهم ايه كومباوند كي ماشي، هما ايه شكل الكومبوزيت ان هما عشان هما اكتر من فيلد ماشي، بس دول يعتبر برايمري كي جوه تيبلز تانية، تمام. في الحالة دي بنسمي ده ايه كومباوند كي. طب انا لو ضفت حاجة تانية معاهم، تيتشر اي دي مثلا، كلاس اي دي، وليكن هنا مثلا ايه، وقلنا مثلا المادة الدراسية مثلا، وليكن قلنا ايه مثلا، وليكن هنا ايه الماتيريالز مثلا، او الايه او المادة الدراسية عموما يعني. وقلنا ده ايه، ده يعتبر برضو من ضمن الايه، من ضمن الكي دول، او من ضمن الايه عملناه كي يعني، ضفناه بحيث ان هما يبقى كي. في الحالة ديت مادام احنا ضفنا حاجة ماشي مش يعتبر كي في اي تيبل تاني، في الحالة دي بنسميه ايه كومبوزيت كي مش كومباوند كي. كومباوند كي في الحاجات اللي فيها ايه، ان هي اساسا يعتبر كي في تيبلز تاني، تمام. كده عرفنا الفرق بين السيمبل كي والكومبوزيت كي والكومباوند كي علشان ناس ما تتلخبطش بس، تمام. السيمبل كي قلنا ان هو فيلد واحد بس في التيبل بيعبر عن برايمري كي، في الحاله دي بسميه سيمبل كي. طيب اكتر من فيلد جوه التيبل بسميه ايه كومبوزيت كي. طب اكتر من فيلد بس هما الفيلدز دي يعتبر برايمري كي في تيبلز تانية، في الحالة دي بسميه كومباوند كي. كده عرفنا الفرق بين السيمبل والايه كومبوزيت والكومباوند. ان شاء الله نشوفكم في سيشن جديد، واتمنى ايه ان المعلومات دي ما يكونش فيها اي لبس، وايه نلقاكم على خير ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.